السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله باذن الله. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله الكونفيتير بالزنجبيل الاخضر. لا غادي نتعرفوا على المقادير. 250 غرام ديال الزنجبيل الاخضر، 500 غرام ديال السكر سنيده، كاس ديال عسل البرتقال، وكاس ديال عسل الحامض. غادي ناخذ الزنجبيل غادي نقيه، غادي نحيدلو القشره. هيا بعد ما نقيناه غادي نقطعو طريفات صغار. دابا غادي نكب عليه الماء نديرو فوق البوطه، غادي نخليه يغلي لمده ديال 10 دقائق وغادي نولي نصفيه من داك الماء. دابا غادي نصفيه. غادي نكب عليه السنيده، غادي نزيد عليه عصير ديال الحامض والعصير ديال البرتقال. دابا غادي نشعلو عليه البوطه وغادي نخليوه يطيب. دابا منين غيبدا يغلي غيدير لنا داك الرغوه، غادي نحيدها بالمعلقه. دابا غادي نبقاو نحركو حتى يوجد لينا الكونفيتير ديالنا.
دابا هو الكونفيتير ديالنا هو وجد، وكنتمنى تجربوا حتى نتوما، والى اللقاء لوصفه اخرى ان شاء الله.